وخلينا دايما نبقى متذكرين قد تنفعنا هذه التذكرة يعني من آن إلى آخر، خليش الحر يسيطر عليك. طيب من ناحية تانية، باعتبار ان اليومين دول حر، لكن في الايام الاخرى اللي بيبدا يحصل فيها يعني شويه نزلات برد وانفلونزا والحاجات الصدريه اللي بتيجي من وقت للتاني وكلام من ده، احنا شعب شاطر جدا في استخدام المضاد الحيوي. اول شويه كحه، شويه عطس، شويه رشح، يقول لك ايه؟ اكتم الدور، وتروح جايب مجموعه كده يسموها مجموعه البرد، نصها مضادات حيويه. كلنا كنا نعمل كده إلى أن بدأنا نفهم أن ده موضوع ضار جدا بالصحة، ويؤدي إلى عواقب وخيمة، وبيخلي الفيروس بتاع البرد ده يكون يعني جبهات ودفاعات، وبالتالي يصبح المضاد الحيوي لا جدوى منه. فلازم نبقى فاهمين إحنا بناخد الدواء إزاي، والمضادات الحيوية إزاي، والأدوية بأنهي طريقة. النهارده يتم الإعلان عن البروتوكول المصري المحدث لإيه بقى ما بين قوسين كده؟ الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية لعلاج الأمراض الصدرية. طبعًا خير من يحدثنا في ذلك الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية. أهلًا 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 يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ يوسف، وكل سنه حضرتك طيب وحضرتك بالصحه والسلامه. دايما متالق كده يا فندم. لا يا فندم، ده احنا دايما كده نتشرف بصوت حضرتك وباللقاءات مع حضرتك يا فندم. الف شكر يا ربنا يخليك. دكتور عوض، احنا مهم عندنا ان احنا نفهم يعني ايه بروتوكول محدث للاستخدام الرشيد للمضادات الحيويه. الكلمه كبيره علينا شويه. شوف يا فندم، كل مرض او كل مجموعه من الامراض طبعا بتبقى ليها تخصص معين. كل النهارده نتكلم على امراض الجهاز التنفسي، واعتقد ان الاربع سنين اللي فاتت في ازمه كورونا ومشاكل الجهاز التنفسي، هذا الموضوع كان ليه دور كبير جدا. الجمعيات العلميه الطبيه اللي هي طبعا بيمثل فيها جميع يعني العاملين او الممارسين لهذا التخصص، بيقعدوا في اجتماعات علميه ويدرسوا الوضع البكتيريا ووضع الالتهابات في مصر، ويضعوا نظام علاجي استرشادي لعلاج هذه الامراض. التهابات الجهاز التنفسي تقريبا ما اعتقدش ان في انسان ما جالوش التهاب في الجهاز التنفسي. والالتهابات دي قد تكون فيروسيه، فيروسات زي الانفلونزا والكورونا والحاجات دي كلها، وقد تكون التهابات بكتيريا، وقد تكون فطريات، وقد تكون انواع اخرى من الجراثيم التي تصيب الجهاز التنفسي. تمام. مشكله الجهاز التنفسي انه مفتوح على الجو. يعني منه للجو. عشان كده لما واحد بيعطس وعنده انفلونزا يعدي ناس كتير. طبعا اذا كانت العطسه دي فيروسيه هتؤدي لالتهاب فيروسي وبكتيريا الى اخره. طبعا. احنا مش اول مره الفيرجن الجديد او المحدث اللي سيادتك قلت عليه هو ده يمكن رقم 3. اول بروتوكول علاج التهابات الجهاز التنفسي عملناه سنه 2013. اوكي. الاشتراك مع كل الجهات العلميه في مصر، طبعا تحت مظله الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتضرن اللي أنا أشرف برئاستها، وعلى فكرة الجمعية دي أنشئت سنة 1936 وطبعا تطورت مع الجمعيات إلى آخره لغاية ما في الوضع الحالي بتاع الجمعية، والمؤتمر السنوي اللي بنعمله السنة دي رقم 67. كل سنة بتعمل مؤتمر علمي كبير جدا بالمشاركة مع كل الجهات العلمية في مصر. عظيم. في هذه البروتوكولات بنقول المريض اللي عنده التهاب في الشعب الهوائيه ايه العلاج اللي ممكن ياخده، وهذه الرساله موجهه مش للمريض، موجهه للطبيب عشان ينقلها للمريض. اذا الالتهاب وصل الى رئه وبقى يسمى التهاب رئوي، في منه انواع. يعني الالتهاب الرئوي اللي الواحد بيعالجه في البيت في المجتمع، ده غير اللي في المستشفى، غير اللي لو العين اتحط على جهاز تنفس صناعي او كان في الرعايه المركزه الى اخره. بنحط الخطوط الاسترشاديه الصحيحه لكيفيه تشخيص المرض، ايه الادويه اللي ممكن ياخدها والبدائل بتاعها،
لو كان المريض عنده مشاكل صحية أخرى إيه العلاجات اللي ممكن ياخدها، وبندي دي في المحاضرات أو كرسائل في المؤتمرات العلمية أو لزمايلنا في كل المواقع الصحية في مصر. طب إيه الفايدة؟ الفايدة زي ما حضرتك مشكورا قلت الاستخدام الرشيد، لأن سيادتك لو العيان خد دواء مش محتاجه الجراثيم هتكتسب مناعة ضد هذا الدواء، فقد لا يؤثر بعد كده لنفس المريض أو مرضى آخرين. إذا كان التهاب فيروسي فإحنا مش محتاجين مضادات حيوية. إذا كان التهاب رئوي أو شعبي والعيان في البيت بياخد مضادات حيوية معينة بجرعات معينة ولمدة زمنية معينة. فزي ما حضرتك قلت الاستخدام العشوائي أو بلا ضوابط أو بلا مدة معينة أو جرعات معينة أكبر مشكلتين بينتجوا. سيبك من الجزء الاقتصادي وهو جزء مهم، العام بيحط الفلوس في دواء هو مش محتاجه وده يؤثر على الاقتصاد بتاعه شخصيا والاقتصاد الدولة بصفة عامة. إنما الأكبر والأهم إن أنا ما خديش هذه المضادات، السلاح بتاعنا القوي ضد الالتهابات نفقد قيمتها وقدرتها وحيويتها. طيب هنا دكتور، أنا كمواطن، يعني أغلب المواطنين لسبب أو لآخر ما بيستشرش الدكتور، يجي له دور يروح واخد بعضه راح الصيدلية يألف مجموعة من الأدوية بناء على نصيحة صاحبه. نعمل إيه؟ شتك النصيحة الأولى إن أنا بنصح السادة المرضى ما ياخدش أبدا أي دواء، أي دواء، أنا مش بس كمان المضاد الحيوي، إلا ما يستشير الطبيب. صحيح في أدوية عادية احنا عارفينها زي الباراسيتامول والكلام ده كله، لكن أنا نصيحتي ما ياخدش أي دواء إلا باستشارة الطبيب. لازم بيقيم حالة المريض، بيقيم المريض ده سنه كم سنة، الصغير غير متوسط العمر غير الكبير، هل عنده أمراض أخرى ولا لا. صح. يعني أنا في مضادات الحيوية ما أقدرش أديها المريض اللي عنده كلى، مرض في الكلى، أو المريض اللي عنده مشاكل في الجهاز الهضمي، أو المريض اللي عنده التهاب في المعدة وهكذا. فهنا الاستخدام، كلمة الاستخدام الرشيد دي كلمة مهمة قوي، لكن هي النصيحة. وإحنا شفنا مشاكل كثيرة جدا ناتجة عن الاستخدام الغير طبي أو الغير مظبوط لاستخدام المضادات الحيوية. صحيح. نصيحتنا دايما لا تستخدم أي دواء إلا مع، يعني في باراسيتامول ممكن بنقول، يعني مثلا واحد جاله سخونيه يقدر ياخد باراسيتامول، لكن ما ياخدش الادويه الاخرى اللي بتخفض الحراره. في منها بيعمل التهابات في المعده، في منها قد يؤدي الى فشل كلوي وهكذا. اللي عنده سكر واللي عنده ضغط واللي عنده الكلى واللي عنده الكبد، كل دول بنقدر نختار لهم المضاد الحيوي المناسب. الذي لا يؤدي الى مشاكل في هذه الاجهزه. صحيح. أنا بشكرك جدا يا دكتور، ومش عارف أشكرك على إيه ولا إيه. كل الشكر ليك دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية. ألف 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 شكر.